صالي كتيب السيد محمد ولي الشيخ الغزواني و... الاسم رئيسي الاسم ما انا نعرفه محمد بن قزواني محمد بن قزواني محمد بن قزواني محمد بن قزواني رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز قولي زق انتو بيدرو برو انا ذا روز قالق نفسي خصوصا هو باي راير اهل الدير اهل وشهادة ما تفهمها تصد الفوق يعميك روز بحفول اهل تصد تحت تجبر واحدة تعدل تقنيات نارتو دير اش دير شارلي انا اول مرة شو حد مزال يدير شارلي في القرن 21 عدك تسمع كلمة شارلي أصلا فلاش قال شوف حد دايره فهمت فأنا هون شوف حد دايره ديريكت بس والسيدة أرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية على توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين الطرفين لو نصار أصلا شي زوين فهمت شذي كهيلة تجبر عندها شو 90 والله 172 شو تشك على إنها عندها 40 وذي مولي صاحب إسبانيا تجبره عنده شو 60 شو 70 وهو ينشوفه تشك على إنها عنده شو 30 وذا لو يا أخي غزواني إذا نبقي نعشقه عشق نبقي قد شعر راسه خمسة مجالات رئيسية شكلت أساسا لمضامين الإعلان المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه اليوم في نواكشوط خلال احتفالية حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين الموريتانيين والأوروبيين. وحسب معلن وثيقة الإعلان المشترك اتفق طرفان على تعزيز علاقاتهما وتطويرها في مجالات شملت تشغيل الشباب وتعزيز اللحمة الاجتماعية والحماية واللجوء والهجرة القانونية والتنقل والهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والعودة وإعادة الإدماج وتسيير ومراقبة وضبط الحدود. ففي مجال الحماية واللجوء اتفق طرفان على تعزيز قدرات تحديد وتسجيل وتوثيق طالبي اللجوء في موريتانيا مع ضمان احترام الإطار الدولي للحماية وتعزيز قدرات الاستضافة والتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين في ظل احترام حقوق الإنسان مع إعطاء عناية خاصة للأكثر هشاشة. كما اتفق في نفس المحور على تعزيز اللجوء للخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة ودعم جهود موريتانيا في تنفيذ التزاماتها في إطار المنتدى الدولي للاجئين 2023. وفي موضوع الهجرة القانونية وتنقل اتفق الطرفان على تشجيع تنقل الطلاب والباحثين ورجال الأعمال والعمل على تحسين الأنظمة التشريعية الخاصة بإجراءات منح تأشيرات بما في ذلك إمكانية إعفاء تأشيرات قصيرة الأمد أو رسوم التأشيرات وكذلك خفض مدة تسليم التأشيرات لبعض الفئات من الأشخاص. كما اتفق في هذا المحور على استكشاف في فرص تعزيز الحركة البينية عن طريق دعم المعلومات حول سبل الهجرة القانونية مع مراعاة وضع أسواق العمل ودعم شبكات المغتربين الموريتانيين في أوروبا ودمج المهاجرين الموريتانيين النظاميين في بلدان إقامتهم مع تسهيل تحويلاتهم المالية لصالح تنمية المستدامة في موريتانيا. وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية عبر الطرفان عن عزمهما تعزيز الجهود للوقاية من الهجرة غير الشرعية من خلال حملات توعية يو شعب موريتانيا تحملوا دي رواية مؤامرة صنعتها وبيجيكم توك تحملوها وسكتوا فهمكم موريتان شبابها ما يخالف موريتان موكي باتنا باتنا هم داروا حكم العسكر من داروا درنا نحن ذا الجيل داروا الجيل اللي تحتنا ما درنا فقنا عليهم داروا هم أهلنا باتنا وماتنا هم كانوا يصوتوا لهم هم اللي كانوا يجرهم وساكتين عن ياسر ماشي كانوا عاد احنا شباب ما نقدو نخلو ولا نقدو نعرضو ولا نقدو نتكلمو في السياسة لان عندنا هنا انا دايرين نوقف ونقول اهل الدار انا مثلا ماشي في المظاهرة والله معارض القانون والله شو اسمه شنو امك لا ارادي امك اقعد واتحلف لك وتزحلف لك دونك ذي ام ذي الام سوى اللي خلقته ما تقدر تعارض امك انا مو فوق القانون فاهم احنا الشباب كارجينا هنا كارجينا هن بالخصوص أماتنا خالق ياسر مشي كنا قاعدين نمشوا فيهم عاد يفرينوا أحمانا وخالي أحمانا وخالي مشي سبو شنو يقين نحن الله يخلينا أماتنا الله يخلينا والدين إن شاء الله والله ما نعرف كان الفكرة الشباب كاملين دور تعود الفكرة وصلتهم شباب الفكرة على أن واحد كردوه له ويحلفوه ويزحلفوه له ويتيشو مخلعين مخلعين ناس جبناء ناس خريرات محمد بن قزواني محمد بن قزواني محمد بن قزواني محمد بن قزواني ارحم موريتاني
محمد بن قزواني.